ينضم إلينا في ذات الملف من دمشق عبر سكايب حسام طالب المحلل السياسي. سيد حسام، أهلا بك بالطبع على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف يمكن قراءة التحركات الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد بداية من اليوم وزيارته للإمارات وقبلها موسكو وقبلها سلطنة عمان؟ بداية تحية لكم، مساء الخير لمصر ولشعب مصر وللقناة الكريمة. تحركات الرئيس بشار الأسد يعني هي ليست جديدة، لكن الجديد هو يعني الزيارة الطويلة للرئيس بشار الأسد. كانت خلال الحرب زيارات خاطفة، سواء إلى روسيا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بعض الدول، كانت زيارات خاطفة. اليوم هناك زيارة يعني تنبئ بانتهاء مرحلة وبدء مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هي قائمة على التعاون مع المحيط العربي، مع العمق العربي، قائمة على إعادة سوريا إلى موقعها الذي تستحقه حقيقة. يعني خلال السنوات الماضية شاهدنا سوريا كانت في حرب ضروس، حرب إرهابية، دخل إرهابيون من كل البلاد إلى سوريا، كان هناك يعني دائما يعني واقع ضاغط كثيرا، يعني الاقتصاد كان خلف ظهرنا في سوريا، أتحدث السياسة كانت خلف ظهرنا، كان المهم عندنا في سوريا مواجهة الإرهاب ودحر الإرهاب. اليوم لا، مرحلة مختلفة. اليوم نشاهد بالوفد الوزاري مع السيد الرئيس بشار الأسد وزير الاقتصاد، وزير الإعلام، في روسيا كان مدير التخطيط للدولة، إذن هناك يعني وزير المالية أيضا كان في روسيا، هناك اليوم تعاون مختلف عما كان عليه في السابق. إذن نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة الجديدة بالتأكيد هي مرحلة ستكون مفيدة للمنطقة ككل وللإقليم، إذا صدق معنا يعني جيراننا في الإقليم الغير العرب، يعني أتحدث عن تركيا اليوم. أما بالنسبة للدول العربية هناك مبادرات مهمة جدا، هناك اتصال من الرئيس السيسي كان للتعزية بضحايا الزلزال، كان اتصال مهم جدا مع الرئيس بشار الأسد، كان هناك دائما اتصالات وحوارات مع الجزائر وأيضا وزيارات وأيضا مع تونس ومع الإمارات، مع البحرين، مع سلطنة عمان. إذن نحن اليوم في سوريا نعيش مرحلة مختلفة، هذه المرحلة ترسم معالمها في المنطقة ككل وليس فقط في سوريا. نعم، ربما أنت تتحدث عن مرحلة جديدة تمر بها سوريا في هذا التوقيت، وفق أي معطيات تقول أنها تمر بمرحلة جديدة؟ وهل يمكن النظر لهذه المرحلة بمعزل عن الدول التي ربما سوريا في تحالف كبير معها وتتجه الآن ناحية الدول العربية بشكل ملحوظ؟ سيدتي الكريمة، لا يوجد يعني شيء منفصل عن بعضه في المنطقة أو في العالم حتى لنقول. دائما في السياسة، في الميدان، في كل أمر يعني نشاهد أذرع كثيرة لدول. بالنسبة لسوريا، سوريا منذ اليوم الأول تفتح أبوابها للدول العربية. سوريا يعني لم تعادي أحد حقيقة. سوريا كان هناك حرب، كان هناك دعاية كبيرة ضدها، البعض للأسف شارك في هذه الحرب. يعني شاهدنا نحن منذ وصول الإخوان في مصر إلى الحكم، ويعني الطريقة التي تعامل بها الإخوان مع سوريا، هذا الأمر لم يؤثر بين الشعبين. يعني كان هناك العلاقة بين الشعبين قائمة، حتى استطاع الشعب المصري إسقاط الإخوان. وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفه كان واضح إلى جانب الدولة السورية منذ يعني البدايات، يعني منذ 2016 على ما أذكر، 2017 تحدث الرئيس السيسي عن الجيش السوري أنه لا يمكن أن يعني يقف إلى جانب ميليشيات وجماعات إرهابية وضد الجيش السوري. تحدث الرئيس السيسي أكثر من مرة أن سوريا تشكل يعني أمن قومي لمصر. إذن دائما كانت العلاقات ربما بوتيرة أخف من الآن، دائما كانت وسوريا تفتح أبوابها لكل يعني الأشقاء العرب، لا نغلق الباب في وجه أحد. كانت علاقتنا مع سلطنة عمان، مع البحرين، لم تنقطع أيضا العلاقة مع البحرين، مع الإمارات، مع الأردن، مع الجزائر. إذن يعني سوريا لم تغلق أبوابها في وجه أحد. التحالفات السورية بالتأكيد يعني سوريا كدولة مستقلة لها تحالفاتها، لكن هذه التحالفات لا يمكن لسوريا أن تبني تحالفات على حساب
العرب أو على حساب العمق العربي السوري. الرئيس بشار الأسد دائما خلال سنوات الحرب في كل خطاباته يؤكد على العمق العربي، على القومية العربية. نحن يعني في سوريا بلد قومي عربي، يعني حقيقة يعني لا نتخلى عن قوميتنا العربية، اسمنا الجمهورية العربية السورية. لذلك سوريا يعني مباشرة رحبت بأي انفتاح، مباشرة ترحب بأي تعاون. نعم. بالعكس نكون نحن دائما نأخذ المبادرة، يعني حتى اليوم مع المملكة العربية السعودية، يعني اليوم العلاقات إن شاء الله في تطور مستمر بجهود إماراتية بجهود مصرية، العلاقة ستتطور مع المملكة العربية. لكن أي سوريا كانت يعني هي من مهدت الطريق لهذه العودة. سوريا لا تملك في قلبها حقد على أحد، أي أحد يعني لا يدعم الإرهاب في سوريا هو مرحب به. من يدعم الإرهاب حتى لو كان من الدول العربية، مجرد أن يوقف هذا الدعم يعني تنتهي المشكلة حقيقة، لأننا ننظر إلى المستقبل ولا ننظر إلى الوراء. نعم. سيد حسام، سياسيا هل سوريا ما بعد الزلزال ليست كما قبله، خصوصا وأنت تحدثت عن دعم وتضامن عربي كبير، هل يؤثر هذا على المسار السياسي الذي تسلكه سوريا مستقبلا؟ حقيقة يعني سوريا مبدأها واحد في السياسة، يعني لا يتغير المبدأ. أما اليوم يعني عندما نشاهد هذا يعني ما حصل من دعم للشعب السوري من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، حقيقة هو دعم للشعب السوري. يعني هذا الأمر بالتأكيد يعني يخفف ضغط كثيرا عن الحكومة السورية. يعني نحن اليوم لولا الدعم العربي، لولا الدعم الإماراتي المصري الجزائري التونسي الأردني، كل الدول العربية حقيقة، العراقي التي شاركت ودعمت سوريا، البحريني أيضا، يعني لا أنا سميت الجميع ساعدنا حقيقة، والجميع جميع الدول لم تقصر. يعني حقيقة هذا الدعم بالتأكيد خفف ضغط عن الدولة السورية، لكن أنقذ الشعب السوري يعني بعيدا عن الحكومة، أنقذ الشعب السوري من كارثة. يعني اليوم عندما الشعب السوري خلال سنوات حصار يأتيه ما يقارب 2000 طن من المواد الغذائية من المساعدات من جمهورية مصر العربية، وشاهدنا السفن الكبيرة التي تأتي إلى ميناء اللاذقية من جمهورية مصر وتفرغ فيه وتوزع من خلال الهلال الأحمر المصري على الشعب السوري، شاهدنا المساعدات أيضا آلاف الأطنان، وصل أكثر من 2000 طن من المساعدات من دولة الإمارات من كل الدول. حقيقة هذه المساعدات هي أنقذت الشعب السوري من كارثة حقيقية، حتى المساعدات الطبية. سيدتي نحن نعيش في حصار، يعني نحن نعيش في حصار على كل شيء، ممنوع علينا وفق قانون قيصر الأمريكي، ممنوع علينا استيراد قطع للمشافي، قطع يعني معدات للمشافي، إذا تعطل المعدات في أي مشفى لا يمكن جلب لها قطع غيار. إذا نحن في حالة حصار كبيرة، سيارات الإسعاف ممنوعة نستوردها كان قبل أن يحدث الزلزال. اليوم هناك انفتاح عربي، هناك مساعدة عربية، يعني هذه الأمور التي كنا نتمنى أن نستوردها اليوم أشقاء العرب يساعدون الشعب السوري بها. إذا الحالة تختلف اليوم حتى على المستوى المعيشي، يعني هذه المساعدات خلقت حالة من الارتياح في الشارع السوري عند الشعب السوري، لكن على مستوى السياسي هي مريحة، لكن التأثير السياسي ضعيف بالنسبة لها، لأن هذه المساعدات هي كما قلنا مباشرة للشعب السوري، وهي ليست مساعدات سياسية للحكومة. يعني هنا يختلف الأمر، بعض الحكومات تستغل الكوارث، تستغل هذه الأمور سيد حسام أخيرا، لكن الحكومة السورية الحكومة السورية لا تستفيد من هذا الموضوع في السياسة ولا تستثمر بالكوارث. نعم. أخيرا سيد حسام، ربما ونحن نتحدث عن زيارة الرئيس السوري للإمارات اليوم وقبلها لسلطنة عمان، هل وفقا لهذه الخريطة يمكن استشراف تحركاته المستقبلية في دول عربية أخرى؟ إلى أين سيذهب على سبيل المثال؟ ربما الوجهة القادمة مصر تكون، يعني وأرجو ذلك ونتمنى ذلك. يعني هذا الأمر سيكون على الصعيد السياسي شيء جيد جدا لسوريا، وعلى الصعيد يعني الشعبي أيضا سيكون لما يعني لما لمصر مكان عند الشعب السوري. أظن أن الزيارة القادمة إن شاء الله ستكون إلى مصر، جمهورية مصر العربية.